مجمع النصر لسكن الجرحى من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة مأرب واحد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد القيادة السياسية والسلطة المحلية بعنايتها ورعايتها لهؤلاء الجرحى التواقين للعودة إلى مواقع الشرف والبطولة والفداء، حيث تقوم قيادة المجمع السكني بالرعاية الكاملة وتقديم كل ما يحتاجه هؤلاء الميامين من عناية واهتمام. السلطة المحلية ممثلة بالشيخ سلطان عرادة يقومون بجهد مشكور، والحكومة ممثلة برئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يقومون بالدعم الكبير للجرحى. ونشكر القيادة السياسية ونتمنى منهم بذل المزيد، فلا زالت الجبهات مفتوحة ولا يزال كل يوم نحن نستقبل الكثير من الجرحى وبحاجة إلى الدعم، لا شك في ذلك. نتمنى على الله عز وجل أن تكون رسالتنا وصلت بأن الجرحى أمانة في أعناقنا جميعا، ولا بد من بذل الجهد، فقد قدموا أغلى ما يملكون، ولا بد أن يوافى هذا الحق بأن نقدم أغلى ما نملك، ومقابل ذلك أن نقوم بأداء الواجب علينا من عمليات جراحية، من توفير العلاج، من توفير الخدمات الأخرى حتى يتسنى لنا العمل المطلوب تجاه الجرحى. توجد في المجمع السكني العديد من الأقسام الطبية المختلفة التي تقوم بمعالجة ومعاينة الجرحى من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات الطبية التي تواجههم. نشكر مدير هذا المجمع الدكتور الأخ فتح القدسي على ما يبذله من جهود للجرحى المقاومة، ولقد استطاع مديرنا الفاضل أن يكرس جميع جهودهم لكي تصل إلينا خدمات هذا السكن. نشكر لهم أعمالهم الإنسانية الذي يقوم بها، وأنا الحقيقة لأول مرة أدخل في هذا السكن، والحقيقة أني شفت خدمات رائعة ويشكروا عليها بدون مجاملة والله. هذه السواعد والهامات التي قدمت روحها على أكفها وهي تدافع عن كرامة وعزة الوطن والمواطن عندما أرادت الميليشيا الإنقلابية العبث بخيرات ومقدرات اليمن واستولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، تحطمت كل أحلام تلك الميليشيا على عزائم وهمم هؤلاء الأبطال الميامين. رفيق السامعي لقناة عدن الفضائية مأرب.